دكتور هماني، هذا الخطاب كان كذلك تشخيصا للوضع، ولكن في كذلك خطة طريق آلية للخروج من هذه الأزمة. ما أهمية هذه المبالغ المرصودة، هذه التدابير، هذه الإجراءات التي تتخذ، وهذا الحث على وجود وابتكار أساليب جديدة لمواجهة هذه الجائحة والتداعيات الاقتصادية خاصة على المستوى الاجتماعي؟ هذا سؤال هام، لأنني لما تكلمت قبيلة قلت أن الخطاب انقسم إلى اثنين. الجانب الأول تشخيصي واللي جات فيه التداعيات بقساوتها هذه الأزمة، والجانب الآخر استراتيجي من طبيعة الحال اللي فيه حط جلالة الملك مجموعة من الحلول، وهي ورقة الطريق اللي تكلمت عليها. ورقة الطريق مضبوطة، لا من حيث التمويل ولا من حيث الزمن ولا من حيث المدة ولا من حيث إمتى غادي تنطلق، هادشي كله علين عليه جلالة الملك وهذا كان واضح. ولكن لما نبغيو نتكلموا على الاموال اللي غادي تضخ مثلا، ونتكلموا على الدفع بالمقاولات الانتاجيه، القطاعات الانتاجيه راه هامه جدا، لان هانتوما تكلمتوا على القطاع غير المهيكل وشفنا القوه ديالو لا في التشغيل ولا في الانتاج ولا في غير ذلك، لكن بقاو عندنا جوج الحوايج اساسيين. اولا المقاوله ديال القطاع الخاص، وثانيا المقاوله العموميه. المقاوله العموميه اعطى فيها جلاله الملك في خطه الطريق اصلاح عميق. هذا الاصلاح شنو الهدف منه؟ باش ما تبقاش هذه المؤسسات كتاثر بزاف بالتقلبات، وقالها في وسط الخطاب ديالو لانها تاثرت كثيرا. نحن كنا امام حاله شلل. المقاولات العموميه كانت شبه جامده، لا ديال الطيران لا الموانئ لا يعني الطرق السياره لا السكه الحديديه لا غير ذلك، وهذه قطاعات منتجه خدماتيا ومنتجه ماليا يعني اداريا بالنسبه للبلاد، يعني تعطي دفع. اذا كان على الاقتصاد الوطني لابد ان يبحث مصادر دخل اخرى ليضخ هذا المبلغ الهام. ولكن كيف؟ وركزوا على هذه النقطه هامه جدا في اطار نقطتين. شكون المسؤولين على هذا المسار؟ الان هناك جوج، هناك الحكومه وهناك الفاعلين. باي طريقه سيتم يعني ضخ هذه الاموال او يعني توفيرها او غير ذلك؟ هناك نقطتين ايضا، التعاقد الوطني راه ركز عليه جلاله الملك مهم، والنقطة الثانية هو الإنعاش الاقتصادي. إذا هذه الآليات كلها اللي كتوفر الآن عبر تعاقد وطني هام، عبر إنعاش اقتصادي هام، عبر تعبئة للحكومة باجتهاداتها وللفاعلين أيضا الفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة، عندنا موارد موجودة الآن، عندنا فلوس جات من البنك راه شفتوها ديال 500 مليون دولار في إطار الأزمة أو الضخ على إصدار الأزمة، عندنا إمكانيات الآن اللي أعلن عليها جلالة الملك، عندنا القانون التعديلي اللي غيوفر بدوره واحد الجانب هام جدا. إذا هنا نسير في اتجاه مؤسسات استراتيجية، هذه الخطة كلها غتعطينا المؤسسات الاستراتيجية، المؤسسة الهامة جدا واللي كنا كنطمحوا باش تكون في واحد الفترة، اللي هي هذه المؤسسة ديال الاستثمار العمومي، لأن هذه دائمة ماشي ما غاديش تكون مرتبطة بالمرحلة الحالية، يعني ويمكن يجي على إثرها وبها، وأنا متأكد أنه غيكون عن طريق إصلاح صندوق الضمان المركزي عبر تسمية جديدة في إطار تعاقد استراتيجي هام، وهذا واضح وما غيكونش من غيره، يعني هذا هو الاتجاه اللي غيكون. والثاني اللي هو هام هي الوكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهذه نقطة هامة، هنا غنتوقفوا ونقولوا كل هذه المشاريع ركز جلالة الملك أنه لكي تنجح ولكي تكون عندها الأداء جيد لا بد من حكامة، لا بد من محاربة الانحرافات وهذا أساسي، ولكن لا بد من التعاقد الوطني والتعبئة العامة باش ينجح هذا الشيء كامل. كما قلنا المسؤولية الوطنية راه واضحة، أي مسؤولية المواطن أولا. الدولة كتقوم الآن بواجبها عبر التعبئة، عبر التوعية، عبر الحذر، عبر الزجر، عبر غير ذلك، ولكن المواطن خصو يدوبل الجهد ديالو باش يعطي واحد النتائج هامة لهذه المرحلة، لأننا في حاجة إلى جوج نقاط: إنعاش اقتصادي باش نمشيو نحو المخطط التنموي، النموذج التنموي، باش يكون ديك الساعة لإقلاع اقتصادي. المغرب كان غادي مزيان خير الحمد لله، وغادي ندخلوا في النموذج التنموي. العطرة اللي وقعت عندنا وعند العالم كامل، إذا ديك التقلبات اللي حدات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي خاص المغرب يقوي مناعة بإمكانياته الذاتية باجتهادات أبنائه، بإعادة ترتيب الأولويات وبالنقط الاقتصادية الهامة اللي هي التفضيلية الوطنية أولا، والإصلاحات الاقتصادية لا في الجمارك ولا في الضرائب ولا غير ذلك، باش يمكن الاقتصاد الوطني ينهض، وهذا مهم وهذا ممكن وهذا غيحدث. ولكن جلالة الملك أيضا عطى تواريخ في الجانب الاجتماعي لما كيهضر على التغطية الصحية، عطى تاريخ اللي هو ابتداء من يناير 2021. شحال غيدوم هذا الشيء كما قلتي؟
على مدى 5 سنوات. اذا هناك ورقه الطريق كما قلتي، وهاد ورقه الطريق واضحه المعالم. غنبداو بالاول اللي هو يعني ديك الضمان ديال الاول اللي هو التغطيه الصحيه، الثاني اللي هو التقاعد، الثالث اللي هو ضمان التعويض اثناء فقدان الشغل. كل شيء واضح، ما بقى غير العطاء، ما بقى غير السجل الاجتماعي يخرج وتعميم التغطيه. ما عمر شي اصلاح غيكون للضمان الاجتماعي ولا لكنوبس ولا غير ذلك ما لم يكن هناك تعميم شامل حتى يستفيد كل المواطنين من مادام جوج الحوايج: العداله الاجتماعيه والانصاف الاجتماعي.